طبعا بلا شك حدث هذه الليلة في دورتها الرابعة لمبادرة الجوائز الثقافية الوطنية أصبح حدث يتطلع إليه المثقفون والمثقفات في كل عام، أصبح حدث يتم فيه الاحتفاء والتكريم لطاقات ومواهب إبداعية في القطاع الثقافي. لا شك أنه في كل دورة يعمل فريق العمل في الوزارة على البناء على المكتسبات التي عمل عليها في دورات السابقة، في كل دورة نسعد بأسماء يتم تكريمها، يتم الاحتفاء بها بإنجازاتها الثقافية على مدى سنوات عديدة، ويتم إبراز هذه الجهود وتلك الأسماء الفائزة. جميل. في هذه السنة أضيفت جائزتين، جائزة سيدات ورجال الأعمال وجائزة التمييز الدولي، صحيح؟ هي أضيفت في النسخة السابقة، الدورة الثالثة. نعم. أحسنت. وتم تكريم الفائزين في الدورة الثالثة، وتستمر هذه الجوائز في دورتها الرابعة، جائزة جميل. التمييز الثقافي الدولي بالإضافة إلى سيدات ورجال الأعمال. ودي أسأل عن جائزة التمييز الدولي، وش المقصود فيها تحديدا؟ تهدى لأي جهة، لأي مؤسسة، هل هي لأفراد؟ طبعا جائزة التمييز الثقافي الدولي تركز على الجانب الملموس في دعم أو الحفاظ على قطاع ثقافي معين. في كل دورة يتم اختيار موضوع معين بحيث يتم اختيار فائز محدد. في جائزة الدورة السابقة تم اختيار مؤسسة لها جهودها في الحفاظ على التراث، وفي كل دورة من دورات الجائزة يتم التركيز على جانب معين. جميل. إذن 16 مسار و16 فائز، 5 منها تأتي عن طريق، يعني ما تأتي بعملية ترشيح أن المتسابق يرشح نفسه، بل تأتي عن طريق لجنة، تأتي عن طريق مصوتين، عن طريق ماذا؟ طبعا في مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية وتحت مظلة الركائز الأساسية للمبادرة، ركائز الارتباط والمكانة، ركيزة الانتشار، ركيزة التفاعل المجتمعي، ركيزة الأثر، هذه الركائز التي يتم البناء عليها في تحديد المعايير الأساسية والإطار التي تعمل عليه سواء لجان التحكيم للجوائز أو كذلك القطاعات الفرعية الثقافية التي يتم الترشح لها من قبل الأفراد أو من قبل ترشيح المجتمع لهؤلاء الفائزين. جميل. أنا ودي نبقى في الترشيح، وش آلية الترشيح تحديدا؟ طبعا في كل دورة من دورات الجائزة يتم الإعلان عن بدء وانطلاق الدورة التي تعمل فيها المبادرة. في مرحلة الإعلان يتم دعوة العموم للترشح وبدء تسليم رغبات الترشح، بعد ذلك يتم مرحلة فرز هذه الترشيحات بناء على المعايير واشتراطات الجائزة في كل نسخة، في كل فرع من فروع الجائزة، ومن ثم يتم المرحلة قبل الأخيرة، مرحلة لجان التحكيم للنظر في. طيب أنا ودي أقاطعك وأسألك سؤال جدا مهم. فضل. وهو أنه يعني مثلا في مسار الأدب، من يريد ترشيح نفسه في مسار الأدب أو مسار النشر، هل يشترط أنه يكون هناك عمل قام به في هذه السنة 2024 ولا سيرة الذاتية كاملة؟ طبعا لا شك أنه يعني المعايير والاشتراطات التي تتناولها الجائزة في القطاعات الثقافية الفرعية، في كل قطاع يوجد معايير محددة. في قطاع الأدب على سبيل المثال يتم وضع المعايير حال الإعلان عن افتتاح أو حال الإعلان عن انطلاق مرحلة الترشح عن تلك المعايير. المعايير غالبا تأخذ عملية الإنتاج في السنوات الأخيرة في القطاعات الثقافية. جميل. الفرعية تلك المعايير تكون موضحة لراغبي الترشح، وبالتالي يعرف المترشح أو حتى المرشح انطباق تلك المعايير على تلك الجائزة. جميل.
في آلية الترشيح بعد الترشيح ووصوله إلى مراحل الفرز، هل هناك عملية تصويت من لجنة مختصة ولا تصويت من لجنة مختصة وأيضا بالإمكان للناس أنهم يصوتون فيها؟ طبعا اللجان تنظر في الترشيحات التي اجتازت مرحلة الفرز وانطبقت عليها الشروط والمعايير في مسألة المفاضلة ومسألة البحث عن أفضل وأجود منتج ثقافي في القطاع الفرعي لوصوله للمرحلة النهائية. جميل. في هذه الدورة الرابعة باقي الآن أقل من نص ساعة، وش اللي احنا موعدين فيه إن شاء الله؟ طبعا لا شك أنه في كل دورة القطاع الثقافي يتطلع لهذه الدورة التي تحظى برعاية كريمة من قبل سمو ولي العهد حفظه الله في إطار اهتمامه ودعمه للقطاع الثقافي. هذه الرعاية تمثل جانب من جوانب دعم وتمكين القطاع الثقافي. هذه الرعاية أعلى ما يمكن أن يتطلع إليه المثقف والفائز في هذه الدورة. لا شك أنه وزارة الثقافة ومن خلال مبادرتها تعمل على إبراز تلك الجهود، على تقدير تلك المواهب، تعمل على البناء على استمرارية الإبداع الثقافي وتمكينه في إثراء القطاع الثقافي بشكل عام. جميل. أنا أيضا ودي أستغل وجودك معنا وأسألك عن أنه خلال ثلاث دورات سابقة وهذه الدورة الرابعة، وال يعني دائما ما كان يرمى أو يقال بأن المثقفين لا توجد ساحة تهتم فيهم، لا يوجد جوائز لتكريمهم شخصيا، الأعمال الإبداعية سواء في الأدب والنشر والأفلام أيضا. فخلال ثلاث دورات لو قلت لك تقيس مدى المشاركة المجتمعية ووصول الجائزة للناس ومدى الرضا عنها. طبعا بلا شك أنه القطاع الثقافي يزخر بالعديد من المواهب وكذلك العديد من الأسماء التي ساهمت في الإثراء الثقافي وعملية زيادة الإنتاج الثقافي بشكل عام. هذه الجهود تعمل وزارة الثقافة من خلال العديد من المبادرات، وأهمها في هذه الليلة مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية لإبراز تلك الجهود. الفائزين في مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية يحظون بالإضافة إلى مسألة التكريم المادي والمعنوي، كذلك تعمل وزارة الثقافة على العديد من المبادرات لإظهار وإبراز هذه. يعني علاقة الوزارة ما تنتهي بمجرد الفوز. أحسنت، هي علاقة مستمرة في الفائزين لإبراز تلك المساهمة. جميل. أستاذ عبد الرحمن مطوع المتحدث الرسمي وزارة الثقافة، شكرا جزيلا لك. شكرا.